أول ما تعرفي إنك حامل بتفكري هحافظ على البيبي إزاي وهتابع مع مين؟ بتدوري على يضمن صحتك وأمان البيبي لحد ما يشرف؟ عشان كده لازم تهتمي بشوية حاجات. اهتمي بالكشف عن طريق السونار والفحوصات طول فترة الحمل، تابعي بالتحاليل اللي يحددها ليك الدكتور زي صورة الدم، السكر، الزلال، ومتابعة الضغط. كل الأمهات بيكون نفسها تشوف البيبي وهي في البيت عشان تكون مطمنة عليه. عندنا جهاز السونار اللي فيه خاصية الميدري ميت سايت، واللي بتنقل الصور والفيديوهات الخاصة بالبيبي على موبايلك أثناء متابعة الحمل. هنكون معاكي خطوة بخطوة من بداية حملك لحد وقت الولادة، ولو شايلة هم الألم اللي هتحس بيه بنطمنك ولادتك طبيعية أو قيصرية هتكون بدون ألم، ومش هتفتكر اليوم ده غير إنك شفتي فيه البيبي لأول مرة. الولادة الطبيعية بتكون عن طريق حقنة الأبيديورال، وهي تخدير الجزء السفلي من الجسم، وبتكون من بداية الطلق مش بس وقت الولادة، وطبعاً بيجهز الرحم قبلها عشان يكون في استعداد للولادة في اليوم التاني، وبنركب جهاز على البطن عشان نقيس نبض الجنين وشدة الطلق. الولادة قيصرية الكل بيعاني منها، وبتكوني خايفة تولدي بسببها؟ هنضمن لك عدم وجود ألم، وده لأننا هنتابع معاكي بمجموعة من الحقن اللي هتقلل الألم وتمنعه بعد الولادة. لو حابة تعرفي تفاصيل أكتر عن الولادة القيصرية بدون ألم سيبي كومنت وإحنا هنرد عليكي.